شرطي يا دولف، شرطي يا دولف. اي نعم حبيبي نعم. وما ننصف اشخاص نعم عم تسالني حبيبي. كيف اشخاصك؟ ساعته طلع عند معالي الوزير وانا بقول لش نورت الدنيا. ايه شفته بشرف. يا هلا اهلا فيك اهلا فيك شرطي يا دولف. نعم. وما ننصف الموكب يرجع بيسالني شو عرفني انا يا حبيبي؟ ما انتوا الابطال والقصه كلها صفوا دبروا حيلكم. انا الصبح ما اتصلت فيك وقلت لك انه ساعاته جاي يزور معالي الوزير. مظبوط. وعادة وقت اتصل فيك وقل لك انه ساعاته جاية بتأمن لي ثلاث مواقف للسيارات. مظبوط؟ مظبوط. وليه ما في مالا موقف؟ لانه شفت بانويات ساعدته على الطرقات. اي بانويات؟ معرم فيها هيك ساعدته وكاتب تحتهم رجل المواقف. ايه ايه رجل المواقف بده مين يدبر المواقف اله ولموكبه. حل عني يا اشوق. اطلع اطلع.